باري مرفوعات يا لناو نو مرفوع كاو تنو مرفوع مان هيا باسي فاعلنا فاعل مان كردوا سيهمين مرفوع مان لنو مرفوع كا المبتدا مبتدايا يا اخو الله والثالث المبتدا بلان بيج اوي كتعريفي بكا الله وهو نوعاني يعني مبتدا دو نوعه دو نوعك شيا الاول الاسم او المؤول به باشا أول كيان الاسم أبا قركتي أو بلي مبتدا دو بشا مبتدا اسمي ومبتدا وصفي جاء مبتدا اسمي يا اسم يا مؤول باسم مثلا سكاني وأن تصوموا خير لكم أن تصوموا مبتدا خو أقل روالتك يا فكري أو اسمني ولا مؤول باسم شن لا تأويل أبلا صومكم خير لكم كواتا يا أوايا يان اسم يا مؤول باسم سهر كاميك يعني بالمسند اليه اسناد بولا دراوة حاربين اسمك اسناد بولا دراوة كالمجرد عن العوامل اللفظيه كروتر العوامل اللفظيه يعني هيك كاميك العوامل اللفظيه بسروانيه وكو زيد قائم زيد مبتدايا شن اما اسمي صريح ماشا اما اسمك كيكا اسمك اسناد بولا دراوة شو كاسناد قيامي بولا دراوة مجرد العوامل اللفظيه زيد المتابع قائم الخبر كيك وحق انك او بو اسم صريح بو وحق انك قائم بو اسم مؤول حق امك تو قائم يعني لا اصلا حق خبر كيك اذا انك قائم مبتدايه انك قائم مؤول بقيامك يعني مثلا إذا أنك أن حرف شفي لك فاسمك يدي قائم خبري أنيا جملة أنك قائم مبتدايا حق أبيت خبرك جاء أمجار أو أنيا تأويل ما بعد خوي أكاتب مستر أو قائمك إذا مشتقة قيامك لأجرين كمسترك يتي إذا أن خوي الروا قيامك إذا فاك ولا كافك أرين حق قيامك يعني قيامك حق وقت قيامك مبتدايو مزاولا كافك كافك مزاولا حقنا بيت خبرك جاء أم جورا مبتدا ولا بد له من خبر يعني هيج شارو هالهات يقنيا لبو أو لخبر لدس خبرك هل بيه بيجي خبري بوشية أو ناتواني شان خالي كي لجيري بيجي خبري ناوي أو حالبي لبي هيبي والثاني قسمي دو خوتي دو قسمه أو مبدا اسمي مبدا مبدا وصفية باسي فاعلنا فاعل ما نكردوا سيهمين مرفوع ما لنو مرفوعك المبتدأ مبتدايا يا أخي الله والثالث المبتدأ بلان بيج أوي كتعريفي بكاء الله وهو نوعاني يعني مبتدا دو نوعه دو نوعك شيا الأول الاسم أو المؤول به باشا أول كيان الاسم أبا قركتي أو بلي مبتدا دو بشا مبتدا اسمي ومبتدا وصفي جاء مبتدا اسمي يا اسم يا مؤول باسم مثلا سكاني وأن تصوموا خير لكم أن تصوموا مبتدايا خو أقل روالتك يا فكري أو اسمني ولا مؤول باسم شن لا تأويل أبلا صومكم خير لكم كواتا يا أوايا يان اسم يا مؤول باسم سهر كاميك يعني بالمسند اليه اسناد بولا دراوة حاربين اسمك اسناد بولا دراوة كالمجرد عن العوامل اللفظيه كروتر العوامل اللفظيه يعني هيك كاميك العوامل اللفظيه بسروانيه وكو زيد قائم زيد مبتدايا شن اما اسمي صريح باشا اما اسمك كيكا اسمك اسناد بولا دراوة شو كاسناد قيامي بولا دراوة مجرد العوامل اللفظيه زيد المتابع قائم الخبر كيك وحق انك او بو اسم صريح بو وحق انك قائم بو اسم مؤول حق امك تو قائم يعني لا اصلا حق خبرك يدي اذا انك قائم مبتدايا انك قائم مؤول بقيامك يعني مثلا إذا أنك أن حرف شفي لك فاسمك يدي قائم خبري أنيا
جملي أنك قائم مبتدايا حق أبيت خبرك جاء أمجار أو أن تأويل ما بعد خوي أكاتب مستر أو قائمك إذا مشتقة قيامك لأجرين كمسترك يأتي إذا أن خوي الروا قيامك إذا فاكن ولا كافك علين حق قيامك يعني قيامك حق وقت قيامك مبتدايا مزاولا كافك مزاولا حق أبيت خبرك جاء أم جورا مبتدا ولا بد له من خبر يعني هيج شارو هالهاتن يقنيا لبو أو لا خبر لدس خبرك هل بي بيجي خبري بوشية أو ناتواني شان خالي كي لجيري بيجي خبري ناوي أو حالبي لبي هيبي والثاني قسمي دو خوتي دو قسمة أو مبدأ اسمي مؤجر مبدأ وصفية الصفة الواقعة بعد كلمة الاستفهام أو النفي أو صفتيه كقرار أجري لدواي كلمة استفهام وإذا كلمة استفهام كا همزة بي هل بي هر كلمة كتري استفهامي بي يا لدواي نفي وقرار أجري ولك كلي واقش قراري كدو حالي شوابي وقت يبيت مبتدا أو وصفة رافعة لظاهرين يعني الرفع دابي باسمك ظاهر يا شتي رفعي بشتي دا بيك لحكم اسم ظاهر به وغلا ميري منفصل به متوجب وكو أقائم الزيداني وما قائم الزيداني جاء برلوي كوا مثالكتان بو تركيب كم معمولان أم وصفيك لدواي استفهام يا نفي وقرار أقري لقال أو اسميك أبيتا مسند إليه لدواي قرار أقري باشا ارتباطك لنزل أقري يا وصفك يا مفرد أبي يا مسنى أبي يا جمع أبي لمسي أنا بدرني لو سحالت أو إشكال دو اسم أو يا مفرد أبي يا مسنى أبي يا جمع أبي أو إلى سحالة بدرني أجر زربيان كي ليك عسياسي أبي تنو يعني نو صورتي لي أبي تو ولي لم نو صورته بريكان غلطه وبريكيشان صحيح بلام صحيح كان جابن بدو دسته تازه ابن بسيا دستيش دستيكيان بقراري قطعي وصفك مبتداني دستيكيان بقراري قطعي وصفك مبتداي دستيكيشيان قراري قطعيني دو وجه تيادرس اكريم مبتدا بي او اكريم مبتدا نبي ما بعدك اي مبتدا بي مثلا اسائما وصفك بمفردي بقرا أقائم الزيداني باب وصفك دائما بمفرد سمسالك بيرينو أقائم زيد يعني اسمك دائما مفرد به أويك أقائم الزيداني أقائم الزيدون يعني لهرسي كان وصفك مفرد جاء أقر وصفك ينباس صحيحة كان بعنوان المثال دينو بينجيان صحيح لونه دانا باشا جاء بينجي صحيح أم أجر وصفك أو اسمك أي دواي وصفك هل كان مفرد به بيجي أقائم زيد أو دو وجه تيادرسته أكري وصفك كيت مبتدا بيجي زيد فاعلية وساد مسد خبرك حارب يا أكري أجر وصفك وصف مفعول به مثلا مضروب أم مضروب زيد أم جاء أو وصفك مبتدا به مرفوع كيل كلا دواي قرر قريب كمن أي فاعل به من أي فاعل به ساد مسد خبره أشكري أعواك جيبونا دينما وصف لدواي همزة استفهام ومعنى وقراري قلو اسمك كالدواي وصفك أو كين مبتدأ وصفك كين بخبر مثلا أقائم زيد بلين زيد مبتدأ وقائم خبرك كيف يشكوتوا أهاها أو اللي يواد جائز الوجهين بو وصفك من كرب واكرا بي كين مبتدأ وواشكرا ني كين مبتدأ أو هركيان ولي أقر هاتو مثلا اسمك تسنية بو أقائم الزيداني قائم مبدا الزيداني فاعل كي تساعد مسألة خبرك ناتواني تأ الزيداني كي تمبتدا هذا فلامي بو بيودني زيد لأصلا علما داي علم جنابي ألي بصره بي أو وقت علم نابي تسنية كريتو نابي جمع بي ببلا قص تنكيري ليبكي باشا بكي تنكيرا خلاني لم يدي خود ككرض بنكيرا أمرا بوأوي مثلاً دودانا لنزل قري أمره بكتب معرفة أبي الخيط السريع وقت. هو ماذا شو قصة تنكيري لكي شو المعنى لكي رود؟
يودان الزيد مثلا قريت قاعدين كثير ابو ايه امان وقائم الايه مثلا دودان الزيد ان ناسراون وقت دودان الزيد قيام ينها ايه دودان الزيد باوساون ام جاره سكاني كردوم انا بمعرفه اقائم الزيداني ايه دو زيدك هو الناس لا او دو زيدك مثلا او سيمان قيام ينها بجمع شر ولا بجمع شر شنو غير قصي تنكير الليكر تا قصي تنكير لينك اي نتسني اكرتو نجمع اكرتو خب ليوا ام جاره ما قائم الزيداني اول دو نفيه قائمون كي تم مبتدا الزيداني اكي بفاعلك وسادو مثلا خبرك اي سبج الزيداني الزيدون بيش حالمون بلي ما قائم الزيدون يا اقائم الزيدون او دوباره هر قائم مبتدا ما بعد كيف فاعلك يتو سادو مثلا خبرك يتي خو اجر صفتك اش مفعولي به او ما بعد كيف بناء فاعل ام مضروب الزيداني اي ترى ما قطعيه يعني قطعيه لي وصفك مبتدا به فست ما شبه قطعي مبتدا بلا ما هر كان مفردون بقطعي مبتدا نيه اكرم مبتدا به اكرم ما بعد كيف مبتدا به اما او استا اما با وصفك تسنيه كين با اسمك دواشي تسنيه به أقائمان الزيداني يا مثلا وصفك جمعك وصف اسمك أشهر جمعك أقائمون الزيدون يا بونا فيك أشهر واية إتلي وصفك بقطعي نابتا مبتدا اسمك أنا الزيداني كين مبتدا قائماني كين خبرك بيش كوتوا الزيدون كين مبتدا قائمون كين خبرك وبيش كوتوا حالبي فاز ما بينجوشك كدروز بو ام بيانجو جابو بسيا دسته دسته كان بقرار قطعي باشا وصفك مبتدا نيه دسته كان بقرار قطعي وصفك مبتدا يا دسته كان بقرار قطعي لا مبتدا ولا غير مبتدا ايش اكرم مبتدا به اكرم مبتدا نبي ها حالب شوار ده انا غلط شيء مثلا وصفك مفرد هين به وصفك تسنيه به اسمك يدوي مفرد به يا جمع به لأنه صورتك مثلا بلا أقائماني زيدون يا أقائماني الزيدون أو هل كان غلط حالبون يا مثلا وصفك جمع به ولا اسمك تسنية به يا مفرد به مثلا بلا أقائمون زيدون يا أقائمون الزيداني باشا أو لو كاتا أو دوانا شر غلطة أو شوارة غلطك أو الرشد لأنه دانك باشا بينجا صحيحة كما هو دوانيان بقرار قطعي وصفك مبتدا نبوت يا دوانيان بقرار قطعي مبتدا بون دانيك شان بقرار قطعي نمبتدا يا بل بقطعي مبتدا يا نمبتدا جنية بلكو اكرم مبتدا بي واكرم مبتداش نبي جاء مثال كانك هنا وتركيزي كردوته وسر اودو صورته كبقرار قطعي وصفك ابيت مبتدا شن بحثي امام مبتدا يا باشا بيا أقائم الزيداني وما قائم الزيداني تازة مثالي بو جمعك شنين هاتو بيجي أقائم الزيداني ما قائم الزيداني ولا خبر لهذا المبتدأ أم مبتدأ جور مبتدأ خبري نية بولي كونه بمعنى الفعلي شون لأصل أم معناه فعل أي شيء يا بل فاعلوه ساد مسد الخبري بل كفاعلك لما سد خبر عدان يعني جي خبري بروكر دوا صد يعني بربس كردن يعني جي قرتن حالبي يعني جي خبرك قرتوه توا لجي ولا لجي بعض ولا يجوز تعدد المبتدا نعم صدد المسد الخبري شو تركيب لك صدد اسم فاعله صدد خبر بفاعل فاعله صدد المسد ما صدش هنا كاتي هذا ظرف بو صدد ظرف بو صدد لجي ولا لجي ولا يجوز تعدد المبتدا تعدد خبر درسته وكل دوايا يلا برام تعدد مبتدا درزنيه حالبي هرشن يعني مثلا اگر اما او بيني مثلا تبغى زيد وعمر باشا بعت زيد وعمر مثلا قائمان تعدد مبتدا بو بمعناه اما ام عليك مبتدا نبوه مبتدا تعددي نيه وامانه شون أيضا نازان من زوري شيء وأما معنى فيجوز تعدده. بلى ببي عاتفنا توعني يعني مثلا متعددي كيف
فرزن الله زيدون عمرون عوا بيجي وانيا ولا عاطف وتعدد يبي اقرا حرف عاطف لبين الله زيدون وعمرون حارب اما او بلا من الروان جاي معناها واكري تعدد بس هذا الرجال دي الرجال جمع بل الرجال مثلا قائمون هو تعدد هي بلا تعدد كي معنويه لفظينيه للفظه هذا لفظك ام جاره والاصلش تقديمه يعني اقل الخبر كابي اصل وايا مبتدا لبروبي شنو محكوم عليه هي بلا رجع كبي خلافي او اصلا بكري خبرك بيش دري بسريا جاء بيش دراني خبريش وقت وايا جائزه حتى وقت وايا واجب يجابه وكو خبرك صدارتي بي مثلا حالي بلا ام قسمته جا خويا دمتوزش وشرطه ان يكون معرفه شرطي مبتدا ويا اشياء معرفه به يا اجر معرفه نبو او نكيره مخصصه يعني توزي على معرفه نزيك وكرابي نكيره به ولا نكيره ما حزن به بلكو خصوصيتك به اضافه كرابي مثلا وصفك به رابطه ببوني وصفك خصوصيتك به كرده به جاء تخصيص بمعنى تقليل شركايا يا بلين لدائرة كي كما كي توا جاء مثلا اسم معرفة دائرة كي مشخصة تقول لي زيدون شامل يقدان هاتوا الذي مثلا بو فردك بفرز اسا الذين اگر جنب بو سيح فرد فرد كان معين بلا منكرة أفراد زوري هيا أو أفراد زوري هيا وقت الصفة كي بوديني محدود يا كيتو بفرز جاءني رجل أم رجل لحمو نوعك قريتو ولي وقت وعلي مثلا جاءني رجل إيراني يعني بياكي إيراني هذه أو هي مثلا لهمو هي تواوي دنيا هي ها خلق هيك يعني إيران نبي مثلا أو كذا يعني قشتي أو تايبتيك يعني نوع بخصوصية إضافاك توزيك أي خاطر ناو دائريش ناخدوا حالوي محدود يا قادو تو قركت بيك كسي بناسي مثلا يا تشيبو مالي كسي أدرسك أي ور أجري أول مثلا أسب بري الإيراني أو والله كيش كار كيش ورا دوهم لكام شعره باشا بري سهم لكام خيابان شوارم لكام كوتشي بلاكي معلقان شنيكا حاربي يعني دانا دانا با بلا بلا بي رويت برو را لقرا لي نزي كبيتو يسا اقر اما بلين والله ولا امريكا مثلا لا امريكا نادو زريتو شو زام لا شعريكا مثلا شو شعريكي بزاني لا شعريكي لكيو مثلا نيويورك نيويورك لكام خيابانة أو خيابانة غير نازلة يعني لخيابانة فلانة دي لو خيابانة لكام كوشية مثلا حالبي بوقتي واهاية لا بري براكيتو هشتا أدرسي كابراد بو معلوم نابي أما جنيا هر لك بسال نكيري أما صفتكي بي زيالكين أو صفتك بوئيهن أو قيدة بي إزافة نزيكي كاتو لمعرفة مادام كان نزيكي كاتو لمعرفة دروسة بيتا مبتدا وكاتا كباتا اگر مبتدا يا قركو به مثلا اسمي كيت مبتدا عشان معرفه به يا نكيره مخصصه به يا بعبارتك يا معرفه به يا نزيق به لمعرفه نزيق به لمعرفه ايش بتخصيصه نحو قوله تعالى ولا عبد او مثال به معرفه كان هنا عشان او مثال هنا ما انه مبتدا اسميه كمعرفه به مثلا زيد قائم وانا بمعرفه به يا ان تصوم وك صومك به صومك اذا فكره ولا كافك ايش معرفه هي مثال من مدن بو مخصصك على عبد او ايتيش لا عبد ولا عبد مؤمن خير من مشرك بس يا واك على كشكانت بمشرك مدن باشا يعني اگر مشرك قال بو داوي كشكانت ميداني با او مشرك ولو اعجبكم با او مشرك زور دوله من بي زور ليزان بي مثلا شناختي بلا زور لسرو بي فرزن دكتور هيك مثلا دانشمندێکی گەورەیە یا مثلا دەسەڵاتێکی زۆر زۆری هەیە حاکمێکە هەرچی هەیە